عائلة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس فاكولتي دي سيونس جوريديك ايكونوميك اي سوسيال يونيفرسيتي مول اسماعيل اف اس جي اس اومي فاميلي ويلكم برادرز اند سيسترز. ملي غنبداو الفيديو المهم رمضان قريب ياك شحال هادي في رمضان ايامات اللي كنا كنديرو ديك قفاد رمضان كنجمعو 10 دراهم ولا شي حاجه بحال هكا كنعطيوها لشي فون دميناج ولا شي واحد في الجيران اللي ما عندوش ولا شي حاجه كنفرحوهم وكذا. ولكن حنا في هاد الوقيته هادي حنا كطلبه حنا راه غير طلبه حنا راه في عز الازمه حنا براسنا خاص. المهم الفكره كالاتي دابا هنا فكره جاتنا حنا ولكن بغينا افكار من عند الناس قلنا في الكومونتات الافكار ديالكم قلنا مثلا هل بعدا شي حاجه اللي غنديروها غنعاونوا الطلبه حيت كاين طلبه اللي كيبقاو بالجوع الله يحسن العوان خصوصا الطلبه الافاقيين. الافاقيين هي اللي جايين ماشي اللي وافدين على مدينه مكناس يعني ماشي في مكناس جايين غير كارين ولا شي حاجه بحال هكا. قلنا مثلا ما نقدروش ما غاديش نجمعوا الفلوس ونعطيوهم ولا نجمعوا الفلوس نشريو لهم حيت باش تجمع الفلوس خاص تكون عندك واحد الاطار قانوني شي جمعيه ولا شي حاجه بحال هكا يعني يقدروا يدخلوا في الريسك يقدروا يدخلوا في المنتفع معلم ماش نجمع فلوس. انا الفكره اللي جاتني في المخيخ ديالي هي اننا مثلا غادي نشوفوا الطلبه اللي بعد الافاقيين دابا كاين كيتصنفوا جوج افاقيين عندهم الفلوس باش يديروا شي حاجه افاقيين ما عندهمش الفلوس ياك. دابا حنا دوك الافاقيين باغيين الماكله ديال الدار قلت مثلا الطلبه اللي ولاد المدينه اش مشات الدوايده ديالك تقول واحد النهار الفلاني غادي توجد لنا واحد شويه الملوي زايد ولا واحد الحريره زايده شي حاجه بحال هكا اللي غادي نعطيوها اللي عندهم الفلوس غادي يساهموا بشويه الفلوس يعاونوا هذوك الناس اللي ما عندهمش الفلوس ماشي مشكله زعما عاوتاني اللي ساكنين في المدينه كاين اللي عندهم الفلوس كاين اللي ما عندهمش الفلوس كاين اللي عندهم الفلوس غادي يصاوبوا بلا مقابل كاين مثلا اللي عنده والده مثلا الوالده ديالو تقدر تصاوب ولكن راه خاصها تعاونها في ديك الماتير بروميير اللي غتشري لها مثلا طحين ولا مطيشه ولا شي حاجه بحال هكا فهمتي وصلتك الفكره ولا لا؟ راه هاد الفيديو شحال طول. دابا حنا دابا بغينا باش دابا باقي شويه الحال باش نبداو نرصيو شكون كذا راه الله الله الله. دابا حنا بغينا الناس اللي غادي يتعاونوا في هذا العالم هذا الناس ولاد المدينه اللي غادي يصاوبوا لنا هذا الشيء غادي ننظموا داك الشيء ما يكونش داك الشيء مثلا نديروه مره وما نديروش من بعد قليلهم داوم ولا اكثرهم مقطوع في نفس الوقت ما يديروش مثلا بزاف ديال الناس بدقه واحده ونهار واحد اخر ما يدير شي واحد خاص داك الشيء يكون منظم بورقه وستيلو وجدول وداك الشيء الى اخره. ضيعت لكم وقتكم في هذا الفيديو صافي ولكن ان شاء الله يكون فيه خير. صافي هذا الشيء اللي كاين. دابا حنا شنو بغينا؟ بغينا الناس اللي يديروا لنا ليفريزو بغينا الناس اللي يكونوا كيعاونوا ما انت ما غادي تفيد بشي حاجه غيعاون مثلا شي واحد اللي الوالده ديالو غتعاون ساكن في واحد الحومه انت ساكن حداه انت ولا انت غادي تجي غتجيب لنا من عنده ولا من عند هذيك الصخره وتلاقي المهم خصنا واحد الشبكه ديال الناس يكونوا متعاونين باش نديو الاجر صافي هذا الشيء كاين وخلاص هذا الشيء كامل غادي نديروه في الجروب هذا ان شاء الله ديال اف اس جي اس امي جي او اس امي فاميلي صافي. المهم الخوت ناقشوا في الكومونتات وسط الجروب ناقشوا تما كنصاوب معكم الله يعاون. المهم العشره الفكره هي عندكم إلا لقينا الناس اللي غادي يتعاونوا معنا فيها راه غادي نتبناوها وغنطوروها ان شاء الله. الا ما لقيناش فوق ما جا اصحاب الخير غادي ينفعوا وداكشي اللي قدرنا عليه غنديره وغنمشيو على قد جهدنا.